المصريين اللي بيدرسوا أو بيشتغلوا في الخارج بتقابلهم صعوبات كتير بتأثر على صحتهم النفسية، وما بيلاقوش حد متخصص فاهمهم وفاهم دماغهم يتكلموا معاه وهم هناك. وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بتقدم مبادرة اتكلم ما تخافش مصر معاك، بالتعاون مع مؤسسة شيزلونج للصحة النفسية أونلاين. كل اللي عليك تعمله هو إنك تتبع الخطوات دي عشان تعرف تحجز جلسة مع معالج نفسي. أول حاجة هتعملها إنك هتدخل على صفحتنا الرسمية واضغط على لينك الويب سايت اللي هيوصلك لصفحة المبادرة. املى بياناتك وانشئ حساب على شيزلونج، وتقدر تختار أي لقب أو اسم، مش لازم اسمك الحقيقي. سجل دلوقتي وتقدر تختار من مجموعة كبيرة من الدكاترة الدكتور أو المعالج النفسي اللي يناسبك، وتحدد ميعاد الجلسة المناسب ليك، وممكن تجاوب على بعض الأسئلة اللي هتساعدنا في تحديد المعالج أو الطبيب النفسي المناسب ليك. كمان تقدر تدخل على الاختبارات النفسية وتختار الاختبار اللي انت عايزه من مجموعة الاختبارات المختلفة الموجودة عندنا وتشوف نتائجها، وتقدر تقرأ مقالاتنا المختلفة لما تدخل على البلوج. خليك مطمن ومتأكد ان الجلسة هتتم بسرية تامة بينك وبين معالجك النفسي. ابدأ رحلتك العلاجية دلوقتي، اتكلم ما تخافش، مصر معاك.